ما معنى من مس الحصى فقد لغى؟ يعني من عبثه، مقصود العبث، العبث أثناء خطبة الجمعة هذا لغو، سواء مس قبل حصى، لأن المساجد يعني مفروشة بالحصى، لكن الآن ممكن الإنسان يلعب بالهدب اللي في الزل السجاد، الهدب هذا لغو، واحد يلعب بالمسباح لغو، واحد يلعب بالساعة لغو، واحد يعد فلوسه خطبة الجمعة لغو. فالمقصود هو الانشغال عن الخطبة، الانشغال عن الخطبة بأي شيء شغله، هذا معنى لغى. ومعنى لغى أنه لا جمعة له، يعني ليس له أجر، ليس له أجر والعياذ بالله.